طبعا احنا اليوم اعياد العيد الميلاد المجيد، وطبعا انطلقت هاي الرساله اللي هي بميلاد السيد المسيح من مدينه بيت لحم لكل العالم. فاليوم مدينه بيت لحم حزينه، مش زي باقي اعياد الميلاد بالسنوات السابقه، ولكن احنا اليوم الصورة اللي بدها تنطلق من كنيسة المهد بميلاد السيد المسيح هي صورة حقيقية اللي هي تعطي فعلا رسالة سلام ورسالة محبة، لأنه نحن بحاجة إلى الصلوات في هذا الوقت بالذات لحتى نرفع أدعيتنا لربنا، لحتى أنه يقوينا يصبرنا يصمدنا على أنه نستمر بالحياة رغم الألام ورغم الصعوبات ورغم الحروب ورغم الضيقات على كمان شعبنا الفلسطيني عامة وعلى أهلنا في قطاع غزة، خاصة اللي بمروا في ظروف صعبة لا مأوى ولا مأكل، وحتى كمان اللي قتلوا من أطفال أبرياء ومن ناس ما لهمش علاقة بأي شيء. فهي نحن دائما بنقول إنه بنرفع صلاتنا من مدينة بيت لحم، مدينة السلام، مدينة المحبة لكل العالم، لحتى إنه يشوفوا فعلا كيف هاي الرسالة رغم الألم ورغم الحرب، ولكن الصلوات الاحتفالات داخل الكنائس سوف تقام رغم الألم ورغم الوضع الصعب. الصلاة قائمة أكيد 100%. مخلص هو المسيح الرب. منذ مئات السنين اعتاد عيد الميلاد أن يزور مدينة بيت لحم في كل عام، وفي الموعد المحدد كنا نرى مدينة المهد تستعد لاستقبال ضيفها العزيز. في ساحة المهد من أمام كنيسة المهد ومسجد عمر، وفي ذكرى ميلاد السيد المسيح عليه السلام الأسير الأول، هذا اليوم الوطني والذي يحييه الشعب الفلسطيني في كل عام بمشاركة عشرات الآلاف من الذين يأتون إلى فلسطين من خارج فلسطين، من المسيحيين يأتوا إلى مدينة بيت لحم مهد الديانات إحياء لهذا اليوم الوطني، ولكن في هذه الظروف الصعبة والخطيرة حيث يخيم الحزن على فلسطين وعلى مدينة السلام، حيث لا يوجد شجرة ميلاد ولم تضاء الأضواء احتفالا بعيد السيد المسيح بسبب هذا الظلم الكبير الذي يقع على شعبنا الفلسطيني، حرب الإبادة الجماعية التي لا زالت مستمرة والتي راح ضحيتها عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين والمشردين والمعتقلين، حيث أن الاحتلال الإسرائيلي بموازاة استمرار هذا العدوان وهذه الحرب ينفذ عمليات اعتقال واسعة طالت أكثر من 4700 معتقل فلسطيني من المسيحيين والمسلمين من أبناء شعبنا الفلسطيني الذين يتعرضون إلى عمليات القمع والتنكيل والاعتداءات الوحشية التي راح ضحيتها 6 شهداء في الشهر الأول لهذا العدوان، ناهيك عن ما يواجهه أسرى قطاع غزة من عمليات إخفاء قسري، ويواجهون مصيرا مجهولا في ظل استمرار عمليات الاعتقال التي طالت أيضا المئات وربما الآلاف من الغزيين الذين يتعرضون أيضا إلى حرب الإبادة الجماعية والإعدامات الميدانية من قبل هذا الاحتلال الذي يمارس سياسة عدوانية انتقامية ووحشية لم يسبق لها مثيل في التاريخ. نحن اليوم نستذكر أسرانا ونستذكر شهداءنا ونقول بأن شعبنا الفلسطيني متجذر في هذه الأرض، في أرض الميلاد مهد الديانات. رسالتنا للعالم أجمع بأن فلسطين هي أرض السلام، وهي تنظر إلى أن يتحقق هذا السلام في ظل غياب هذا السلام عن فلسطين بشكل عام وعن بيت لحم وعن غزة التي تفتقد اليوم هذا الحس بالسلام الشامل الذي نسعى إليه كأبناء لهذا الشعب، مسلمين ومسيحيين موحدون على هذه الأرض، متجذرون في فلسطين، متيقنون ومؤمنون بأن هذا الاحتلال إلى زوال. وبالتالي رسالتنا للعالم أن يتحمل مسؤولياته. الهيمنة الأمريكية المتواصلة على المنظومة الدولية يجب أن تتوقف وأن يتوقف هذا العدوان حتى يعيش شعبنا بحرية وأمان وسلام، وأن تقام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس.